هلا بالنسبة لآخر فقرة بالفصل، تمام؟ آخر فقرة هي الطرز ضمن الدور. شو المقصد بهي الفقرة؟ أول شيء شارح لك إياها على شكل منحني بياني. المنحني هذا كثير مهم ولازم نفهمه بالتفصيل، فرح نشرحه هلا بالتفصيل الممل. أول شيء أنا عندي بالجدول الدوري صراحة قلنا لك العناصر مرتبة حسب تزايد العدد الذري، فأول عنصر عندي إياه اللي هو العدد الذري تبعه 1 هو الهيدروجين. العنصر الثاني اللي العدد الذري تبعه 2 هو الهيليوم. تمام؟ العنصر الثالث هو الليثيوم، الرابع هو البيريليوم اسمه بيريليوم، الخمسة هو البورون اسمه، تمام البورون بي، زد ستة هو الكربون، زد سبعة هو النيتروجين، ثمانية هو الأكسجين، تسعة هو الفلور، عشرة كلنا بنعرفه هو النيون ان اي، وإحدعش صار مبصوم هذا صوديوم. تمام؟ فهي العناصر من الهيدروجين للصوديوم، من الهيدروجين للصوديوم حسب تزايد العدد الذري. معناتها هدول انا اول 11 عنصر بالجدول الدوري، اول 11 عنصر بالجدول الدوري. هلا اول دور بالجدول الدوري، اول دور، الدور الاول، الدور الاول بس لفهمك انا، هو اذا بتروح بتشوف الجدول الدوري انت بتلاقي اول دور هو بس فيه عنصر الهيدروجين والهيليوم. اما الدور الثاني، اما الدور الثاني ففيه باقي العناصر هدول، تمام؟ يلي هن شو؟ من الليثيوم للنيون، من الليثيوم لشو؟ للنيون. الدور الثالث هو بقى شو فيه؟ هو فيه العنصر الصوديوم. الدور الثالث هو اللي فيه عنصر الصوديوم، تمام الحكي؟ اذا اول دور فيه هيدروجين هيليوم، الدور الثاني من الليثيوم للنيون يعني الزد 3 للزد 10، الدور الثالث هو ببلش بالصوديوم. فمبدئيا على هذا الاساس انا رح اشرح لك الحكي اللي هون، تمام؟ هلا بتشوف انت ليش عم بكتب لك كل هالشغلات. اول شيء بنبلش بالعنصر الاول يلي هو الهيدروجين، تمام؟ الزد تبعه 1، يعني عندي الكترون 1 بروتون 1، عنده طاقه تأين بقيمه معينه، تمام؟ هلا لما رحنا من عنصر الهيدروجين لعنصر الهيليوم لقينا في زياده بطاقه التأين، فاول سؤال، تمام؟ اول سؤال حاليا علل او فسر ليش في زياده بطاقة التأين الأول بين الهيدروجين والهيليوم. تجي بتقول أنت الهيدروجين قديش العدد الذري؟ 1. الهيليوم قديش العدد الذري؟ 2. إذا بنروح على العوامل المؤثرة بطاقات التأين، أحد العوامل شو كانت هي؟ مقدار الشحنة النووية الموجبة، صح ولا لا؟ فبما أن الهيليوم عنده بروتونين والهيدروجين فيه بروتون واحد، فشحنة النواة الموجبة عند الهيليوم أكبر من شحنة النواة الموجبة عند الهيدروجين، فالعدد الذري أكبر، شحنة النواة أكبر، شو يعني؟ تجاذب أكبر مع الإلكترون، وبالتالي طاقة تأين أكبر، فبشان هيك الهيليوم طاقة تأينه أكبر من طاقة تأين الهيدروجين. هلا بس فسرنا أول زيادة، السؤال الثاني شو هو؟ السؤال الثاني فسر ليش انخفض لهالدرجة طاقة التأين من الهيليوم للليثيوم. تجي بتقلي الهيليوم فيه 2 عدد ذري، العدد الذري 2 يعني بروتونين والكترونين، الليثيوم 3 بروتونات 3 الكترونات. طيب انا هلا عم تقلي انت كل ما زاد العدد الذري كل ما زاد طاقة التأين، كل ما زاد مقدار شحن النواة الموجبة كل ما زاد طاقة التأين. طب هون هي 2 هي 3 ليش قلت؟ نطلع على الاسباب الثانية. شو هي الاسباب الثانية؟ كانت من العوامل المؤثرة بعد الالكترونات الخارجية عن النواة ومفعول الحجب اللي بتساوي الالكترونات الداخليه على الخارجيه. فمبدئيا تعال نكتب الهيليوم. الهيليوم شو هو؟ هو زد 2، تمام، والليثيوم زد 3. تعال نكتب التشكيل الالكتروني لكل واحد. هذا 1 اس 2 بس، هذا 1 اس 2 2 اس 1. اها شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ هون عندي طبقة كمومية رئيسية بس وحدة، هون طبقة كمومية أولى وثانية. يعني الليثيوم إذا بمثلها أنا كيف تتمثل؟ هي هيك، هي نواة الليثيوم، هي المدار الأول، هي المدار الثاني، هي أول الكترونين للليثيوم، تمام، وهي الإلكترون الثالث. بينما الهيليوم بس مدار واحد، بس سوية وحدة، فكل ما بعدت الإلكترونات عن النواة كل ما قلت طاقة التأين، تمام. فالليثيوم عنده سوية بعيدة، سوية أبعد، وبالتالي طاقة التأين الأول
عند الليثيوم اللي بده تنزع هذا الالكترون هو لنزع الالكترون ذو سوية بعيدة مقارنة مع هذا ذو سوية قريبة، فبتكون طاقة تأيون هذا أقل من هذا، طاقة تأيون هذا أقل من هذا، على الرغم من إنه العدد الذري تبع هذا أكبر من هذا. إذا أنا عندي بدك تحط ببالك أنت كتير هون العلاقة ربط مع العوامل المؤثرة بطاقة التأيون. شو كانت العوامل المؤثرة بطاقة التأيون؟ هن ثلاثة. أول شيء مقدار شحنة النواة الموجبة وبعد الإلكترونات الخارجية عن النواة وتأثير مفعول الحجب. بيجي بقول أن الهيدروجين والهيليوم أول شيء هن الاثنين عم تكون الإلكترونات بعده عن النواة ثابت، لأنه هاي سوية واحدة وهي سوية واحدة، فالإلكترون اللي عم ينزعه من هون نفس بعد الإلكترون اللي عم ينزعه من هون، فالعامل تبع بعد الإلكترونات الخارجية ومفعول الحجب يعني ثابتين بالاثنين، فما لح اقعد ناقشهم، بدي ناقش العامل الاخير اللي هو مقدار شحنه النواه الموجبه. هذا واحد هذا اثنين، فهذا شحنه اكبر فبدها تكون طاقه تايون اكبر، وهذا اللي شايفه طاقه تايون هذا اكبر من هذا. بينما الهيليوم والليثيوم بدي ناقش الثلاثه. هلا الليثيوم هلا مثل ما مثلنا له سويه ثانيه مقارنه مع هذا اللي له بس سويه واحده، هون معناتها بعد الالكترونات الخارجيه اكبر عن النواه مقارنه مع هذا، وهو مفعول الحجب اكبر، تمام؟ فهدول العاملين بيغلبوا على العامل تبع شحنة النواة الموجبة، يعني شحنة النواة الموجبة عند هاد أكبر من هاد، بس على الرغم من هيك طاقة تأيون ما عم تكون أكبر. في عاملين تانين تأثيرهم أكبر من 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 تأثير العامل تبع مقدار شحنة النواة الموجبة. فأنا لما أقول لك علل، شو لما أقول لك؟ لما أقول لك علل أنا ليش طاقة تأيون الليثيوم أقل من الهيدروجين من الهيليوم، رغم أن العدد الذري للليثيوم أكبر من الهيليوم، يعني مفروض طاقة تأيون أكبر، طب ليش أقل عم تكون؟ لأنه في عاملين أهم، في عاملين تأثيرهم أكبر من تأثير هذا العامل اللي عم تحكي لي عنه أنت، يلي هو أنه الإلكترونات الخارجية للليثيوم أبعد وتأثير مفعول الحجب للليثيوم أكبر، وكل ما زادوا هدول العاملين تناسب عكسي بتقل طاقة التأيون وليك قلت. طيب الليثيوم والبيريليوم تعال نمثلهم. الليثيوم زد 3 واحد اس 2 2 اس 1، البيريليوم زد 4 واحد اس 2 2 اس 2. حلو. هلا نفس الطبقات الكموميه ونفس الطبقه الفرعيه، يعني ما في شيء ابعد عن شيء، يعني هدول الاثنين عم يكون بعد الالكترونات الخارجيه ثابت ومفعول الحجب ثابت تقريبا، وبالتالي هدول العاملين رح نشيلهم. صفى عندي العامل الاخير، من هو مقدار شحنه النواه الموجبه. هذا 4 بروتونات، هذا 3 بروتونات، فهذا يكون طاقه تايون اكبر من هذا، وهذا اللي شايفه طاقة تأيون البيريليوم أكبر من الليثيوم. طب ليش قلت؟ ها بدنا نرجع. البيريليوم هيك، البور كيف؟ البورون 5 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 1. شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ الفرق إنه هون صار في طبقة فرعية جديدة، تمام؟ يعني الإلكترون هذا اللي عم بنزعه أبعد عن النواة مقارنة بهاد، لأنه في طبقة جديدة أبعد عن النواة، وبالتالي طاقة تأيون هاد أقل من هاد، ليك طاقة تأيون هاد أقل من هاد. فأنت إذا قال لك فسر لماذا البورون طاقة تأيونه أقل من طاقة تأيون البور البيريليوم، رغم أن العدد الذري تبع هاد أكبر، يعني لأنه العدد الذري أكبر مفروض تكون طاقة أكبر، بس ليش عم تكون طاقة أقل؟ لأنه في عاملين لهم تأثير أكبر. شو هدول العاملين؟ هو بعد الإلكترونات الخارجية، هون في طبقة فرعية جديدة ما أنا موجودة هون، فتكون هون بعد أكبر وحجب اكبر، وبالتالي طاقه تايون اقل لانه تناسب عكسي مع هدول العاملين. العامل اللي بعده هو شو؟ هو البورون والكربون. الكربون شو هو؟ هو زد 6، يعني 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 2. شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ ما في فرق، لا طبقه جديده ولا طبقه فرعيه جديده ولا شيء، معناته هون بعد الالكترونات ثابت ومفعول الحجب ثابت، بقبروا على العامل الاول اللي هو شحنه النواه الموجبه. هذا 6 هذا 5، شو يعني؟ كل ما زادت شحنة النواة الموجبة كل ما زادت طاقة التأيون، فليك زادت. نرجع الكربون والنيتروجين، زد 7 تمام، 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ شو الفرق؟ نفس الطبقة الكمومية الرئيسية، نفس الطبقة الفرعية، ما في شيء جديد هنا، ما في شيء ابدا جديد. بنروح على العامل الاول اللي هو مقدار شحنة النواة الموجبة، زد اكبر اذا طاقه تايون اكبر، لك طاقه تايون اكبر. هلا بنروح على اللي بعده، الاكسجين. الاكسجين قلت، ليش قل عند الاكسجين طاقه تايون؟ لاحظ الاكسجين قل، ليش؟ هات نشوف، النيتروجين زد 7 تمام، الاكسجين زد 8. 7 شو يعني؟ 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4.
تجي بتقول لي طب نفس الطبقة الكمومية الرئيسية ونفس الطبقة الفرعية، ليش الأكسجين طاقة تأيينه قلت؟ حدا بيحسن يجاوبني؟ العدد الذري أكبر، تمام؟ ونفس بعد الإلكترونات ونفس مفعول الحجب، وحسب العامل الأول تبع شحنة النواة الموجبة هذا أكبر، فمفروض طاقة تأيين الأكسجين أكبر، طب ليش الأكسجين قل؟ أيوة، بدنا نتذكر شغلة اسمها تنافر التزاوج الاسبيني، اللي هي هي تبع شكل المربع والأسهم، هي هون بدها تلعب دورها. هلا هي أول شيء الأكسجين أو النيتروجين مثلا مبدئيا قلنا لك زيت 7، شو يعني؟ يعني 7 الكترونات، صح؟ إذا هالشيء بدي مثله بطريقة ملء المدى، يعني إنه ملء الصناديق، صناديق والأسهم، فكيف أنا بدي أعبر عنه؟ شو أول شيء 1s2 2s2 2p 3، تمام؟ نجي نقول لما تكون الـ N1 شو عندي أنا؟ شو لما تكون N1؟ عندي طبقة S بس، شو بيوسع بالS؟ مدار واحد، إذا هي أول مدار، الكترون طالع الكترون نازل. بالطبقة الثانية N2 شو عندي أنا؟ S و P، يعني عندي مدار، تمام؟ والN يساوي 2 بالنسبة هي الS هي الP، هون 3 مدارات بيوسع، مدار مدار مدار، هي كمان طالع نازل. هلا كيف بدي اعبي هدول انا؟ اول شيء بتعبي هاد، بعدين هاد، بعدين هاد. هلا اذا لسه في كمان تجي بتعبي هون، بس هل هو بحاجه؟ لا، لانه خلص 2 بي 3 عبيت الاول، عبيت الثاني، عبيت الثالث، ما في حاجه انك ترجع لورا وتعبي 1 2 3 4 5 6 7 عليك 7. بينما الاكسجين يلي هو زد 8، اذا بدي اعبي هذا الاخير كيف بده يكون؟ 1 2 3 طالع 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 1 2 3، وهون في 4 5 6 7، لسه في 1 يصير 8، فبحط 1 هون. فشو الاختلاف بين الاكسجين والنيتروجين؟ الاختلاف انه ليك هون كيف، بينما ليك هون، هون بس 1 1 1، هون 1 طالع 1 نازل وطالع طالع. هاد يلي صاروا هدول اثنين هون سوا، مو صار في هون اثنين متعاكسين، هاد شو سميناه؟ تنافر التزاوج السبيني. يعني عندي الكترونين بنفس المدار، اثنين سالبين، فمفروض يكون في شوي تنافر صغير بيناتهم. هذا التنافر ببعد الالكترونات عن النواة، بيقلل طاقة التأيون، منشان هيك الأكسجين طاقة تأيونه أقل من النيتروجين. إذا صار عندي أنا 4 عوامل، مو بس 3، أول شيء كنا عم نقول 3 عوامل مؤثرة بطاقة التأيون، هلا هون رح يكونوا 4 صاروا. شو هن الأربع عوامل؟ 1 هو مقدار، شو 1؟ أول عامل مقدار الشحنة النووية الموجبة. ثاني عامل هو شو؟ هو أول عامل مقدار شحنة النواة الموجبة. ثاني عامل بعد الإلكترونات الخارجية عن النواة. ثالث عامل تأثير الحجب من قبل الإلكترونات الداخلية. رابع عامل هو تنافر التزاوج السبيني، تمام؟ فانت لما بدك تقارن بين عنصرين، ليش هاد زاد، ليش هاد قل، ليش هاد زاد، ليش هاد قل، بدك تناقش الاربع عوامل، الهيدروجين والهيليوم. الهيدروجين شو بتقول؟ 1s1 كتشكيل الكتروني، هذا 1s2 معناته نفس بعد الالكترونات، نفس الحجب، و صفى عندي بس عامل هو مقدار شحنة النواة الموجبة، هاد أكبر من هاد، وبالتالي شو بده يكون؟ بده يكون طاقة تأيون هاد أكبر من هاد. بيجي لما بدي قارن بين الهيليوم والليثيوم، بقول صحيح شحنة النواة الموجبة أكبر، بس في عاملين يفوق تأثيرهما على هذا العامل، اللي هن هاد وهاد، بعد أكتر، حجب أكتر، طاقة أقل، إذا طاقة أقل، تمام؟ لما قارن بين النيتروجين والأكسجين، هذا وهاد كانوا ثابتين، رغم انه هي اكبر، بس في تنافر تزاوج سبيني عند الاكسجين، فبيكون طاقه التأيون اقل. نفس الشيء اذا قارن بين الاكسجين والفلور، اكبر فلور ونيون اكبر. طب ليش النيون الصوديوم قل طاقه التأيون؟ تعال نفسرها. الصوديوم شو هو؟ الصوديوم زد 11، يعني 1s2 2s2 2p6 3s1. شو النيون؟ 1s2 2s2 2p6. شو الفرق بين هاد وهاد؟ في طبقة كمومية جديدة، في طبقة كمومية أبعد، فطاقة تأيون أقل.
طاقة تأيون أقل. شفت؟ تمام الحكي؟ إذن لما أقلك أنا شو العوامل المؤثرة بطاقة تأيون، مو بس ثلاثة، لا اللي أربعة، تمام؟ وهي مكتوبة بالخلاصة آخر صفحة بالفصل، أربع عوامل إذا بدك. العوامل المؤثرة في طاقة التأيون: مقدار شحنة النواة الموجبة، بعد الإلكترونات الخارجية عن النواة، الحجب من قبل الإلكترونات الداخلية، وتنافر التزاوج السبيني. تمام؟ مثال اختبر معلوماتك لحتى تكون هالفكرة توضحت عندك على الأخير، لتفهم شو قصدي تماما. وهذا المثال يلي بالكتاب بيجي كمان بالدورات. شو عم يقول لك؟ عم يقارن لك بين أربع عناصر. العناصر هن الصوديوم والمغنيسيوم والألمنيوم والسيلينيوم. الصوديوم قديش الطاقة؟ 494. مغنيسيوم 736. الألمنيوم 577. هذا السيليكون، عفوا ما بعرف شو قلت انا، يمكن قلت سيلينيوم، لا هو السيليكون، يساوي 786. بدي اياك تفرق بين عنصرين، هو الاس اي والاس اي. هذا هو السيلينيوم، هذا السيلينيوم، سيلينيوم. الزيد قديش؟ 34 عنده. هذا الاس اي سيليكون، قديش الزيد؟ 14. تمام؟ فاذا السيلينيوم هي سي، سيلينيوم 34، اما الاس اي سيليكون 14. فهذا الاس اي اللي اعطيك اياه شو هو؟ السيليكون 14. شو هذا المثال اللي بده اياه هون؟ فاعطاك هالعناصر واعطاك طاقه التأيون تبعه. هي طاقات تأيون، كيلو جول مول اس ناقص واحد، هي كيلو جول مول اس ناقص واحد. ونفس الشيء هون 400 700 500 700. لاحظ كان الصوديوم هي ان اه 400، المغنيسيوم زاد تمام 700، رجع الألمنيوم رجع شو؟ زاد سيليكون. فليش ال؟ شو هو لو بده قال؟ اشرح الزيادة العامة وعلل انخفاض طاقة التأيون. فأول شيء رح نشرح هذا السؤال، علل قال شو انخفاض طاقة التأيون الألمنيوم مقارنة بالمغنيسيوم. هلا الصوديوم كان طالع تمام، مفروض كمان يطلع يطلع يطلع، لأنه أنا بعرف طاقات التأيون تمام مفروض تزداد كل ما زاد العدد الذري. طيب الألمنيوم 13، المغنيسيوم 12، مفروض العدد الذري أكبر يعني طاقة التأيون أكبر، ليش قلت طاقة التأيون بين هاد وهاد؟ في عوامل تانية تأثير أكبر من هذا التأثير. فتعال نكتب المغنيسيوم اللي هو زد 12، شو التشكيل الإلكتروني؟ 1s2 2s2 2p6 3s2، صح؟ تعال نكتب الألمنيوم اللي هو زد 13، 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1، 4 10 12 13. شو الفرق بين هاد وبين هاد؟ الفرق انه في طبقة فرعية زيادة عند الألمنيوم، في طبقة فرعية أكبر، فالإلكترون اللي ينزعه هون بيكون أبعد عن النواة من الإلكترون اللي ينزعه هون، وكل ما زاد البعد كل ما قلت طاقة التأيون، فمفروض عند الألمنيوم طاقة التأيون أقل، وهذا هو قلت طاقة التأيون. تمام؟ هي فهمت شلون نحن عم نحكي؟ تمام. هلا أول سؤال قال لك اشرح الزيادة العامة، يعني هو هاد عم يزيد، قل رجع زاد، بس هو بشكل عام نحن بنقول في زيادة عامة بطاقات التأيون، ليش؟ لأنه كل ما زاد العدد الذري بتزيد طاقات التأيون. هو صحيح في أوقات مناطق بيقل بس بيرجع بيزيد، بيرجع بيقل بيرجع بيزيد. فلما تقول بشكل عام شو بتقول؟ هناك تزايد في قيم طاقات التأيون. بس ما تجي تقول لي طب هون قل، هو في محطات بيقل لأنه في حالات خاصة، بس بشكل عام طاقة التأيون بحالة زيادة، بحالة زيادة، يعني اوكي قل بس رجع زاد، رجع زاد لل 786، يعني القيمة ما وصلنا له هون، عرفت؟ فبشكل عام هناك زيادة في قيم طاقات التأيون. هلا بس خلصنا من هون، لسه في كمان سؤال. شو هو؟ بيختبر معلوماتك. قال عم يقول لك طاقة التأيون الأول للفلور هي 1680، في حين إنه طاقة التأيون الأول لليود هي 1010، تمام؟ علل ارتفاع طاقة التأيون الأول للفلور عنه لليود على الرغم من ان الفلور شحنه نوويه اصغر. فاعطيني هون بالمثال انه طاقه تأيون الفلور هو 1680، طاقه تأيون اليود 1010، تمام؟ الفلور
اذا بتعرف الزد هو 9 لازم المفروض يعطيك اياها بالفرض، واليود الاي زد 53 تمام. هلا العدد الذري تبع اليود اكبر بكثير من العدد الذري تبع الفلور صح، فالمفروض طاقه التأيون اكبر. لا طاقه التأيون اقل. ليش؟ تعال نروح للعوامل الثانيه. نكتب شو؟ نكتب شو اسمه تشكيل الالكتروني تبع هاد كيف هو. 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 5 2 و 2 4 5 9 تمام. هون شو التشكيل الالكتروني؟ 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 يعني اي ار فرض مره تمام. 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6 5 اس 2 4 دي شو 4 دي 4 دي 10 بعدين 5 بي. اذا 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6 5 اس 2 4 دي 10 5 بي. هذا العد هي 18 20 30 36 38 48 قد ايه بدنا نصير 53 5 فبنحط هي 5 تمام. طيب شو المقارنه؟ هي الفلور 2 بي 5 هي 5 بي 5 يعني هي طبقه فرعيه بي وهي طبقه فرعيه بي. طيب هي ال N2 تبعها سوية 2 هي سوية 5 هي سوية أبعد أبعد منيح عن النواة، وكل ما زاد البعد الإلكترون عن النواة شو بيصير؟ بتقل طاقة التأيون. فرغم أنه العدد الذري تبع اليود أكبر من العدد الذري تبع الفلور، ما عم تكون طاقة التأيون تبع اليود أكبر من تبع الفلور، ليك أقل عم تكون. هي 1010 هي 1680. فشو تفسير أنه هي طاقتها أكبر؟ لأنه الإلكترون اللي عم بنزعه بسوية طاقية أقرب وبالتالي طاقة أكبر، أما هذا بسوية N5 سوية 5 فبعيدة وبالتالي طاقة التأيون أقل. هيك نحن بدنا نفكر لما اقول لك علل زياده او انخفاض طاقات التأيون. عندي اربع عوامل: مقدار شحنه النواه الموجبه، عندي بعد الالكترونات الخارجيه عن النواه وتاثير مفعول الحجب من قبل الالكترونات الداخليه، ولسه عندي عامل رابع تنافر التزاوج السبيني. بتشوف الاربع عوامل انت اذا كان نفس السويه الرئيسيه نفس الطبقه الفرعيه نفس كل شيء بتروح على العدد الذري، لما يزيد العدد الذري بتزيد طاقه التأيون. اذا كان البعد نفسه والحجب نفسه تمام ورغم زياده العدد الذري عم يقل فبتروح على تنافر تزاوج سبيني بتمثله. تنافر تزاوج سبيني لا تنسى لما مثلا بدك تعبي انت عندي ثلاث مدارات مثلا انا تمام بدي اعبي خمس الكترونات هون. كيف بدي اعبي خمس الكترونات؟ اول شيء بعبي هاد 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 بعدين برجع برجوع هاد هاد 1 2 3 4 5 بتعبي 1 1 1 يلي بيزيد ترجع بتعبي هون بتكمله. بس نحن هدفنا انه شو؟ انه اول شيء نعبي واحد بواحد بواحد. انا ما هدفي اني اعمل تنافر تزاوج سبيني، فبحاول اني اخلص الكترونات بس من جهه واحده، اذا تطلبت اذا كان عندي الكترونات اكبر وقتها هون بحط واحد بالجهه المعاكسه، وهذا الشيء شو بنسميه؟ تنافر التزاوج السبيني، تنافر التزاوج السبيني، يعني تنافر بين شحنه سالبه وشحنه سالبه، شحنه سالبه وشحنه سالبه، ولما يكون في تنافر شو يعني؟ يعني عم تبعد شوي الالكترونات عن النواه، يعني عم تقل طاقه التأيون، فلما يكون في تنافر تزاوج سبيني، لما يكون في هذا المنظر شو بيكون؟ قلت طاقة التأيون عن تبع العنصر. تمام هيك بنكون خلصنا آخر فقرة بالكتاب، وهيك بيكون خالص الفصل بشكل نهائي. فصل بده شغل، فصل بيجي عليه كتير تمارين كتير أسئلة، وممكن نلعب بصيغة سؤال ليشبع فيه يعني. إن شاء الله نكون بعد هالتفصيل اللي عملناه بالفصل، هو يعني مدة الفصل ما أنا كتير طويلة طلعت معنا، وفصلنا بشكل كتير كبير. إن شاء الله تكون بعد الفيديوهات كل شيء متوضح، ورح نكفي بهالطريقة بالشرح إن شاء الله بكل الكتاب. يعطيكم العافية.